لو الحكاية فيها إن فيتو إنها مهمة ليه؟ لأنه لا عايزة تطوير، كان في إفصاحات زيادة على اللزوم. أنا كنت بلاقي شركات بتعاني من طول زمن الهيئة بتفحص حاجات عشان توافق لها، تدعو للجمعية العمومية بتاعتها تنظر في شؤون الشركة، وده كان غير منطقي. يعني إزاي أقول له تعال أفحص ملف عشان أسمح لك تدعو مساهميك، شوف مساهميه هو عشان مثلا عايز يزود رأس مال أو يغير حاجة بغرضه الأساسي، ازاي انا اتدخل في العلاقه بين شركه ومساهمين تصحابها؟ وما انا قاعد اهو. طبعا شلنا الكلام ده، ما كانش موجود، وشلنا كثير من البدع اللي هي مثلا انه محضر مجلس الاداره يتنشر على الملأ، ويعني عملناها اكثر تواكبا مع العالم الخارجي المنسوخ المتقدم، وفي نفس الوقت زودنا افصاحات معينه في تقرير مجلس الاداره كانت مهمه، وعدلنا في شروط القيد. الاول قلنا ما ينفعش شركه عندها سنه واحد قوائم ماليه جديده قوي، فعملناها اثنين. العالم لقيناها اغلبه ثلاثه، قلنا مش هننتقل من سنه لثلاثه، اثنين يبقى خطوه معقوله. وحطينا بعض الاستثناءات اللي حضراتكم تابعتوها، مثلا شرط الربحيه، قلنا الطبيعي انه يبقى فيه ربحيه بس في حالات معينه قد استثني، ان انا مثلا ابص في متوسط اخر 3 سنين لو شركه لها شركات تابعه انظر في قائمه ماليه مجمعه، وارد تبقى خسرانه بس معروف ليه خسرانه، لانه لسه خط الانتاج الثاني هيشتغل وفيها اداره قويه، فاسمح لها بالاستثناء بشرط بقى المساهمين الرئيسيين بتوعها يقعدوا معانا لحد ما تستوفي الشروط اللي كانت المفروض تبقى في اليوم الاول. دي كلها حاجات بغرض احنا بننظر انه في مشروعات جديده اكيد هتخش، وارد مشروعات قوميه تخش، وارد مشروعات في القطاع الخاص متميزه جدا، ولو احنا تمسكنا بالاراء القديمه عمرنا ما كنا هنشوف شركات زي جوجل وياهو وفيسبوك والحاجات دي بتطلع. بالعكس، انت حط وافصح. دايما احنا في سوق المال او في الاسواق الماليه يقول لك افصح، عندك مشكله بس افصح عنها واحد قبل. واحنا عندنا زي ما بنقول شركات النهارده في البورصه بتتداول بقى لها سنين بتخسر، وفي واحد بيرغب يشتري السهم. طب هل هو يعني سفيه؟ مش طبيعي، هو شايف قيمه ما. حقه عندي ايه كهيئه او كبورصه ان هو يبقى في افصاحات كامله تقول له شركه سين بتخسر او شركه صاد ارباحها قلت السنه دي عن السنه اللي فاتت. طالما علم بالافصاح فهو شخص رشيد يأخذ قراراته بنفسه.